هلا جايز، هلا بالفراعين الصغار. كيفكم يا الفراعين؟ اليوم عندنا الجزء الثاني من ياسمين عز. الفيديو الاول بسلسله كثير عجبكم، فقررنا نعمل كمان واحد. يا رب يكون الاخير. الصراحه كثير بحب هاي البني ادمه. خلينا نشوف شو حكت اخر فتره. ما قطع برنامجها. هلا كنا متوقعين انه يقطع برنامجها، بس كاتبين اضاف المجلس ان محتوى البرنامج يمثل اهانه وتحقير وتقليل من شان المراه المصريه، كما يعد محتوى موجه لتغييب الوعي المجتمعي. بس مع هيك ما لغوا عادي. اوكي، بعده موجود حيضل مستمر محتوى ياسمين عز. نبلش بعيد الحب. في عيد حب واجواء. شو حكت عن عيد الحب؟ بمناسبه بقى عيد حب الرجل. لاحظ انها بتحكي عيد حب الرجل. مش عيد الحب عامه، بس عيد حب للرجل. للرجل فقط. اسمع يا فرعون. هيني سامع يا حبيبتي. يا باش مهندس. كملي يا حبيبتي. ايش يا باش مهندس يوتيوبر؟ بحس بضلت تتغزل فيه، بضلت تتغزل. يا تاج الراس. طبعا انا تاج الراس. يا برطمان العسل. يا حبيبتي انا برطمان عسل. ليش تحكي عندي برطمان عسل؟ اي اتغزل يعني. يا برطمان العسل، يا برطمان عسل قلبي. يا برطمان العسل انت. يا برطمان العسل اجي هيك. يا منبع السكر. يا اصل الحلا والغلا، يا طير وطاير في السماء. الله، هي فكر حالها بتقرا شعر قاعده. صح. يا مرطبان العسل، يا خليه النحل. راسك هي الهديه وعيونك هي الفيونكه. اوكي، ما بعرف شو يعني فيونكه، بس انا مبسوط. ايش يعني فيونكه؟ جوجلت امانك. هاي ايش دخلها بجمال الرجل؟ خلاص لو سمحتوا احنا فيونكه. فرعوننا اللي ما فيش منه استاذنك من فضلك. بسمح لك، تفضلي. احنا هنمشي بالمثل اللي قال حفنا من تراب الرجل بالدنيا وما فيها، ده مثل عمل وانا مش جايباه من بيتنا. حفنا من تراب الرجل، يعني ما شاء الله جد مش فاهم. هي مش مفهومه، لانه هي كان اظن تحكي انه حفنا من التراب اللي على الرجل. كيف يعني؟ يعني انه لما انتوا تمشوا على التراب فهي لازم احنا ناخذ الحفنه، فهي هديه لانه يعني مسكت تراب. احسنت صراحه، احسن ابدعت. انت هتعمل اختبار، هتجيب ايه؟ هتجيب لها حفن التراب من تحت رجلك. هي بتحكي جد. هي بتحكي جد. بس هي ما عرفت تحكيها اول، حكت حفنه من تراب الراجل. هي قاعده تنصح الزلام يجيبوا كيس تراب لمرته اللي هو مش عليه. هو مش عليه كمان، مو تراب عادي، لا تراب هو داعس عليه. هتجيب لها حفن التراب من تحت رجلك وتحطها لها في منديل حرير وتقفل المنديل الحرير. لا ليش منديل حرير؟ خلص جيب ورقة. فاين خلي معي بس عشان احط حفنة التراب على حفنة التراب، وتربطه بفيونكة حمراء علشان ما حدش يقول انك بخيل ويعرفوا انك كريم وابو الكرم كله. طبعا اوكي، فانك بتجيب التراب تحطه بمنديل حرير بعدين تربطه ببيونة حمراء، بتكون انت كريم. عشان ما حد يحكي عنك بخيل، انت جايب لمرتك تراب بس حاطه ببيونة حمراء. حطه في منديل حرير، ما حد حيتجرأ يحكي عنك بخيل، انت جايب تراب لمرتك تخيل. وحرير يعني. بالضبط. وببيونة حمراء. مين بده يحكي عنك بخيل؟ لو هي تعرف قيمتك بجد هتعرف قيمة التراب اللي انت ماشي عليه. حكم شو اللي حكم؟ حكم رح تموتني. لما اجيب لها كومة التراب هاي لازم ما تبزق بوجهي. هي لازم تحبك. لازم عمر عمر انت جبت لي تراب. تراب من تحت اجريك المقدسين. يا فرعوني، مش هي قبل الجواز بتقول لك بموت في التراب اللي بتمشي عليه؟ هات لها بقى حفنة من التراب اللي هي بتموت فيه ده واديها لها هدية. اسمع، لو الناس جد بردوا عليها حيبطل في ناس متزوجين. حرفيا كل حدا حيطلق. بعدين كل الشباب بفضوا وهي بتتزوجهم كلهم. هي المؤامرة تبعتها خلاص. هذا السؤال محيرني، إذا هي لهالدرجة كثير منيحة مع الشباب، هي لهلا ليش ما تزوجت؟ يعني مش منطقة تخاطبه وهي لا، صراحة. بتستاهل كل شباب الدنيا صراحة. لو تحولت لجعفر مع احترامنا لجعفر ورمت الهدية وبتقول لك إيه ده أنت جايب لي شوية تراب؟ أديك اختبرتها وسقطت في الاختبار بجدارة. ترى جعفر، مع كامل الاحترام لجعفر، مع احترامنا لجعفر، عشان جعفر زلمة لازم تحترم. اوكي، ساعتها هي مرأة زبالة وما بتستاهلني. طلعنا كنا زبايل. لو قالت لك يا فرعوني يا تاج راسي بموت في التراب اللي بتمشي عليه، ايه ده الله، تراب بموت فيه؟ هي كده نجحت في الاختبار. لا ما هي لو عملت هيك هي كذابة، هي دجالة. لا اعطيها تراب وتحكي لي يا تهج راسي يا فرعون. هذا احلى اشي بابا بحصل عليه. كذابة لا مستحيل. اللي انت اصلا مسهله عليها وده اختبار وتستاهل تجيب لها الدنيا بحالها، جيب لها اللي هي عايزاه. انت لازم اول اشي تختبر حبيبتك. اول اشي بتجيب لها تراب، بعدين تحت قدميك، بعدين بتصير تزود في الهدايا. هيك خاتم من تحت مثلا. هيك خاتم جوا التراب. عجبك التراب؟ خاتم. عجبك الخاتم؟ سيارة. وهكذا. نايس. الراجل عنده قلبين، قلب في صدره وقلب في رجله. صحيح. طبعا ما بعرف لو هي معلومة كويسة بالنسبة لي ولا لا صراحة. ليش عندي قلب في رجلي؟ ليش؟ لا
لا اقول لك لا قبل ما تحكي، لأ انا متوقعه شو رح تحكي. لانه انت اجرك بتمشي على التراب اللي رح تهديه لحبيبتك، ففيه قلب بحس في حبيبتك عشان تعطيه تراب. اوكي مستحيل هيك تحكي، جد مستحيل هيك تحكي. يبقى هو جايب لك حفنه التراب من جنب قلبه، قلبه اللي في عضله رجله. قلت لك قلت لك هيك حتحكي. مستحيل جد، انا كنت حاطط انه مستحيل ياسمين عايز تحكي شيء زي هيك. لانه كثير متوقع والله. طب ليش أنا... ليش ما ادعس عليها وخلاص؟ قلبي خلاص هيك بعطيها قلبي خلاص حرفيا. بدك قلبي بحبك. قلب في صدره وقلب في بطن عضله رجله الخلفيه، يعني قلب في الطيز. ما في قلب هناك انا متاكد. وما تراجعيش ورايا، انا عارفه بقول لك ايه ولا اقول لك؟ والله لا انت مراجعه ورايا في المعلومه دي. اقول لك والله ما انت مراجعه. اراجع يلا يا بتحداك بتحداك تلاقي انه ما في قلب. بتحداك راجع ورا يلا جوجل. اوكي قلب في بطة الاجر الخلفيه. وان هارت. اوكي ما لقيت شيء ياسمين انه في قلب برجلي. هي شكلها غلطانه، ما بعرف كيف هي قاعده بتحكي معلومه زي هاي بالاحياء. خلص هيك قلبين. اي دكتور قلب، دكتورة قلب لو سمحتوا من فضلكم يقول لنا المعلومة دي صح ولا لا. لا 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 مش صح، انا مش دكتور قلب بحكي لك. لا صنعت معلومة من كيسة وقاعدة بتأكد عليها كثير. بتعرف ايش الفكرة؟ انه هي كثير واثقة بنفسها، يعني ما بتتردد بالحكي، بتكون واثقة بشو بتحكي. طلع بتعمل اي كونتاكت. نظرة شتوية خلص. معلومات ونظرة شتوية خلص. ياسمين عز بتقول لك ازاي تقيسي نسبة جوع في بطن جوزك والاكل المناسب لكل حالة. لما جوزك حبيبك تجراسك فرعونك يكون جعان هتعملي ايه؟ سبسكرايب. هتقيسي وحدة قياس نسبة الجوع عند فرعونك. يا الله. طيب شو بتنقاس بالكيلومتر؟ هتقيسيها ازاي؟ ازاي؟ هتسألي حبيبي يا ترى ايه نسبة الجوع عندك يا حبيبي؟ اوكي ما بتقيسها لحالها، هي بتسأله كم نسبة الجوع عنده. لو نسبة الجوع عند جوزك 50% نصف، الحالة دي هتحطي له من نفسك طبق سلطة او طبق تونة مثلا علشان نأهل معدته قبل وجبة الغداء. هو هيك ما شبع لهلا؟ بتعلف بقرة انت؟ مش فاهمة. لا جد بتعلف بقرة هيك، عندها بقرة مربيتها بس نسبة الجوع عندها 50% اليوم، بنجيب لها شوية قش. لو جوزك حبيبك قالك نسبة الجوع عنده فوق 50% يعني 60 أو 70 أو 80%، هنا فورا من غير كلام بنجري تحطي له الغدا صينية البطة بالبرتقال. بنجري نسبة الجوع 60%. نسبة الجوع شو مالك؟ لا بسرعة بتجري هنا فورا من غير كلام بنجري تركض. انت عشان هيك ركضت؟ المفروض اركض. ترى اسمع، احيانا الشغلات الغبيه لازم تمثلها قدام الشخص عشان يفهم قديش هي غبيه. لو نسبه الجوع عند رجلك عدت 90% او بقت 100%، اذبح خروف الان، اذبح خروف ناقه جاع خلاص 100% ممكن ياكلها خلاص. هنا لازم نشوف حل معاك انت، يا هنكلم ابوكي يشوف له حل معاكي لانك مجوعه جوزك حبيبك. اسمع الزوجة جوعان 100%. ألو عمي، أنا جوعان 100%، حب أرجع بنتك خلاص بعمل ريتيرن، خلتني أجوع 100% خلاص. لو أنت قاعدة جنب جوزك ما تتنفسيش وهو بيتنفس. صح ساعتها ممكن يخلص الأكسجين تبع زوجك. تاني، لو أنت قاعدة جنب جوزك فرعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس. اوكي اكدت على المعلومه، اكدت على المعلومه مرتين اكيد صح. يعني انت جد من وين بتجيب الحكي؟ انت جد يعني من وين بتفكري؟ ممكن افهم؟ اسمع جد والله استفزت جد انا هلا جد مستفزه. في منطق ورا الموضوع هلا بنسمع. ما ضلك تحكي. هلا بنسمع شرح. ما في منطق. نسمع شرح. ليش ما تتنفس وانا بتنفس؟ عيب يا مدام. عيب عليك انت. تتنفسي وجوزك بيتنفس في نفس الوقت. اوكي فهي لازم تستنى زوجها يتنفس بعدين هي تتنفس. اوكي خلينا نعمل مسرحيه. اوكي لا ما بدي اموت. انت قاعده، انا هيني هون قاعد بحكي معكم، كيف الحال شو اخباركم؟ لسه ما تنفست. لا مسموح لك تتنفس. لو يصير تقاطع انه بنفس الوقت يتنفسوا من الاثنين عيب خلاص. ياسمين عز مش عارفة عملوا دواء للصداع ومسكن للألم والراجل موجود. الراجل لو جاله صداع بيتشافى ذاتيا. ليه؟ اسأليني ليه؟ ليش؟ لا وأنا ليش؟ أحياء، هاي أحياء علم. أوكي حلو السؤال. هاي بتسأل حالها سؤال بعدين بتحكي حلو السؤال. أنتي لما يجيلك صداع مش هتتشافي ذاتيا، مش هتخفي، مش هتلاقي مسكن. عارفة ليه؟ عشان الراجل هو
أصل المادة الفعالة للمسكن. بنادول هو حبيبي. بنادول مين هيهم؟ أنا عندي رجال بنادول. رجال بنادول. عندي بنادول بدمي، عندي أي بروفن هون هيك ماشي هيك. حط إيدي عليه هيك. أقسم بالله أنتوا أكبر شر الصداع. بحب أقول لك. شافي شافي. راسي بطل وجعني بطل صداع. اي مسكن ممكن تتخيليه في حياتك، والكلام ده مش من عندي. كيف الكلام هذا مش من عندي؟ كيف؟ كيف؟ لا لا كيف؟ فرعون بنت هاي انه تقلت من نحكي ذكورية نحكي لا انها تشوه العلم. ممكن تشوفوا هاي الشغلات على تيك توك، فانه الاطفال جد ممكن يتأثروا من حكيها. والله يعني مش مزح، والله انا هلا عم بكون حدا حقيقي. انا نظريتي انه هي بتحكي الشغلات بطريقة كثير ساذجة، شغالة زي اندرو تيت، انه بتحكي الشغلة بطريقة كثير 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 معتوها عشان تنتشر. ايوه لو جوزك اسمه احمد بنتك لازم تسميها اسعاد. خلاص هيك قررت. خلينا نشوف ليش جوزك اسمه أحمد. دي بقى ما فيهاش نقاش ولا فصال. بنتك اسمها إسعاد. خلاص سعد. خلاص سعد. أنا سعد أحمد أبو الرب. هتسمي بنتك إسعاد، هتبقى إسعاد أحمد. ليه؟ لأن طول الوقت طفلتك هتفكرك بإسعاد أحمد اللي هو لا لا لا, لا. يعني الواحد مثلا بيحكي سمع اسم بنات الرسول زوجات الرسول لا. هي راحت على اسعاد احمد الممثله. لا ولا مين اسعاد احمد؟ هبل. لا انت ما صعبت عشان تضلها تذكرك انك تسعد احمد. فيك تسمي واحدة اسعاد احمد، واحدة ارضاء احمد، واحدة اطبخي لاحمد. لا اوكي لا استوعبت، ما كنت استوعبها زي هيك. تجيبيها من الفصل من المدرسة اسعاد احمد افندم. اسعاد احمد ايوه يا ماما. وتفتكري وانتي راجعه في الطريق تجيبي غدا حلو لجوزك احمد عشان تساعديه. طيب لو جالك ولد هتسميه ايه؟ هتسميه جمال. جمال احمد. جمال احمد حبيبي. احنا اليوم طالع اسماء اولادنا اسعاد وجمال عشان اتذكر جمالك. يا الله اتذكر اسعدك دائما. ما ينفعش تتفلسفي على جوزك قدام الناس وتعملي نفسك فاهمه. لو انتي وجوزك قاعدين مع ناس وجوزك قال حاجه او بيتكلم في موضوع مثلا، تروحي بقى ايه شبه القنفده كده تطلعي. القنفده هي القنفط صح؟ هيك اشي اظن حيوان. مش فاهم وانتي اللي فاهمه كل حاجه وفيلسوفه عصرك وزمانك واوانك. يا ريت قبل الجواز تنسفي الفيلسوفه السنتوفه اللي جواكي. هي حاليا شو بتعمل؟ الغي شخصيتك. لا 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 هي حاليا ما بتتفلسف. هي طيب هي لسه ما تزوجت بس تزوجت بتلغيها. اه يا رب تتزوج بسرعه. بس ترى كثير مشاكل زوجيه بتصير من هاي الشغله، انه واحده تتفلسف على زوجها وتحكي شغله هيك تنكسه قدام الناس. اه هو مو صح. اه هو بالضبط. فهي بتحكي عن شيء جد بالغلط، بس هي طريقتها في طرح الموضوع. عندك حلين، يا هتسكتي وتحتفظي بالمعلومه العظيمه اللي هتجيب ولا هتودي لنفسك، يا اما بقى لو هتموتي وتقوليها هتموتي عايزه تقوليها هتموتي هتتخني روحي قوليها في الحمام. اوكي بقى لو المرأة عندها فكرة، جتها فكرة معلومة حابة تحكيها وزوجها بالقاعدة، تروح تكب المعلومة بالحمام. اوكي تروح هيك براية الحمام هيك. الضفادع كثير بحبوا المي، حكيت المعلومة طلعت بالحمام خلاص. ترى انت خاطبة لازم تبلش هلا تتخلص من الفلسفة اللي جواتك، لو عندك معلومات كبيرة بالحمام على طول. فرغتي عن نفسك وقلتي المعلومة لنفسك قدام المراية، ومنها تبقي شفتي الحباية اللي لسه طالعة لك في وشك في المراية. ليه معصبة؟ ليش هيك كثير عنيفة؟ حرام. ليه بتحكي بهذا الأسلوب؟ طلعي على حالك، طلعي الحبة اللي على وجهك، قاعدة تفكري وعندك حبة على وجهك؟ لازم تفكري بحبوبك ما تفكري بمواضيع الحياة. صوت صيفي. طلع انت كمان على حبوبك مستروح الحمام. صيفي. صيفي ما ردي ان شاء الله صيف ولع فيكي. لو انتوا خارجين مع بعض اياكي ثم اياكي تسالي فرعونك عن الطريق، ده عيبه ما يصحش. هو عنده حبيبتي بوصله في قرطه في جبينه، في قلب في بطه اجرهم الخلفيه، وفي عندهم طريق صح. طريق صح. انا ما بستعمل جوجل مابس ترى بالمره، ما عندي تطبيق جوجل مابس. لك انت بوصله. انا بوصله براسي خلاص هيك بطلع طريق. بتوقيع ياسمين اهم قواعد عيد الحب مع فرعونك، المنظر الشتوي ونظره المثلث المقلوب. شو هاد؟ هاد سحر. اوكي فايش نظره المثلث المقلوب؟ ايه هي قواعد عيد الحب اللي تلتزمي بيها؟ اكتبي صباح تفضلي. واحد، ظل الراجل. ايه هو ظل الراجل اللي احنا ماشيين رايحين بنقول عليه؟ وانتي ماشيه مع جوزك بتسيبي مسافه بينك وبينه. ليه؟ علشان ما تدوسيش على ظله. باتت من جوه.
تخيلوا بنت تدعس على ظلي. والله تهيأت خلص. هذا النسوان ما حيعرف يعيشوا بعد هاي الفيديوهات، انه خلص مخهم صار كله تعليمات، انه ممكن ادعس على ظله بالغلط، ممكن اتنفس حواليه بالغلط، ممكن احكي معلومه بالغلط تضايقه. الله كثير كثير في تعليمات، خلي الحياه بسيطه مش هيك. ما تدوسيش على ظله فيتألم، خلي بالك. الظل ما بتوجع منه الواحد، ما في ما ما بتوجع. ما في هو بصدر. ما بتوجع من الاحياء تبعتك، من وين جبتيها؟ ليش ما بتكتبها؟ حسيا ومعنويا لو دوستي على ظل رجلك برجلك قلبه بيوجعه وبيتألم. ميك سنس. قال لك ليه؟ لانه انتوا قلب، في عندكم قلب في الاجر البطه الخلفيه، فلما تدعس على الظل هي اقرب إشي للقلب الموجود في الاجر. في صار في الم بالموضوع، انا فاهم مخي بطل. هي خلص هي كونكشن بيصير الموضوع. تاني حاجه المنظر الشتوي تحكي بس قتها بوجهنا ما حكتها. المنظر الشتوي البنت هاي بتمنى تضل للأبد عشان السلسلة هاي تستمر. اكتبوا لنا بالتعليقات فيديو عنها، انا بعمله معك، انا تعبت. قناة صبا بالوصف، بقيت اللي هيك حاسه قلبي رح يطلع من مكانه. قناة صبا بالوصف نرفز. احكوا لنا لو بدكم السلسلة هاي تستمر. سي يو جايز كومنتس. لا باي.